بسم الله والحمد لله. نواصل كلامنا عن الرماديين والزيطان، الشياطين منهم على كل حال، والله أعلم. سورة الأنفال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال تعالى: إن يتبعون إلا شيطانا مريدا. هؤلاء الشياطين الذين يدخلون جسد الإنسان بعد تصغير أحجامهم، لا يطيقون ترددات تلاوات القرآن الكريم والرقية الشرعية، فهم يخرجون من الجسد بسبب تلك الموجات الربانية، وهم لهم قلوب تتقلب تحمل الضغينة أو الحب. فالواحد منهم الرمادي، الرماديين الذين يتناسلون على كل حال، والذين لا يتناسلون هم الخدام أو التابع، يسمى التابع، التابع أو التابع. قد تعجبه امرأة من الإنس فيعشقها ويتحمل الكثير من الصعاب ولا يخرج من جسدها، وذلك ما يسمى بعشق الجن المستعصي. وقد يخرج هذا الرمادي بسبب الأدوية الكيميائية التي يتناولها المريض، وقد يخرج من جسد الإنسان بسبب بعض الكهان والسحرة الذين يستعينون بجنس آخر من الجن، ربما الأطياف الذين هم مثل الأشباح أو جنس آخر مهم يستطيع الدخول والخروج إلى جسد الإنسان. الذين يدخلونهم كذلك إلى هذا الجسد لمطاردة ذلك الرمادي، فتحصل اشتباكات عنيفة وقتال رهيب في جسد المريض. وهذه الروايات تحكي عن انفجارات يحس بها المسكون، خصوصا على مستوى البطن، وقد يتأدى الرمادي من تلاوة القرآن عليه فينزل إلى البطن ويطلق مواد كيميائية تثير القيء، فيتقيأ المريض ويخرج هو كذلك مع القيء، وينتهي مفعول السحر والمس، والله أعلم. الرماديون وعمليات اختطاف الأطفال. فصل: في قوله تعالى في سورة الإنسان: وجعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. هذا عن الأنبياء، الله أعلم، أي أنهم ليسوا مثل هؤلاء الكينونات، لم يجعلهم الله لا يأكلون الطعام، ولم يجعلهم طول العمر مثل هؤلاء، جسدا لا يأكلون الطعام مثل الرماديين، والله أعلم. فليس لهم جهاز هضمي هذه الكينونات، وهذا بما تسرده التقارير الطبية، وقد شرحنا ذلك، وهذا ما تثبته تحاليل بعد التشريح لهذه الهويات، قد ذكرناه. لما لا يأكلون في التغذية عن طريق امتصاص الأنزيمات التي في المواد المخاطية والدماء عن طريق الجلد ودهنها على الجلد، الله أعلم. قال الله تعالى: استغفر الله. واختلف الناس هل يدخل مسلم الجن الجنة، فقال الضحاك: يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون. وقال مجاهد عن الجن: يدخلونها ولكن لا يأكلون فيها ولا يشربون. يلهمهم الله من التسبيح والتقديس ما يجد أهل الجنة من لذيذ الطعام والشراب، فهم في هذه الحياة الدنيا لا يأكلون ويشربون، والإنسان يأكل ويشرب. فأما الإنسان إذا دخل الجنة سيأكل ويشرب من الجنة، هم كذلك سيبقون على طبيعتهم لا يأكلون ولا يشربون، سبحان الله. فصل: طريقة التغذية الرماديين وأكلهم. الرماديون يتغذون على الأغشية المخاطية التي يجمعونها من اللسان وأمعاء وأعين الحيوانات التي يقتلونها، كذلك من الدماء، وهم لا يتغذون عن طريق الفم بل عن طريق الجلد، قلنا. فصل: في قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. سورة البقرة الآية 13. الرماديون يعتبرون البشر مخلوقات غير متطورة، سفيهة، ديغاس انفيريور، متخلفة، ديزاتر نون ايفولوي، ولكن في الحقيقة هم السفهاء الغير المتطورين، وذلك لأنهم لا يملكون مشاعر مثلنا وأحاسيس وحرية الاختيار. pas de libre arbitre pas de sentiment. ولا بد لهم من التطور والتعلم للوصول إلى هذه المرتبة التي
ووصل إليها الإنسان البشري ابن آدم الذي أسجد الله تعالى له من أسجد سجود إجلال لا عبادة، وذلك أنهم هم السفهاء ولكنهم لا يعلمون، وقد باعوا أنفسهم إلى الظلاميين الكافرين الذين صار إبليس من بعضهم فكان من الكافرين من للتبعيض فكان من بعض الكافرين بعد أن لفظ السجود، واشتروا الضلال بالهدى واشتروا العذاب بالمغفرة، فما ربحت تجارتهم وأمضوا العقود والعهود التي توثق ذلك بطيب نفس منهم والله أعلم، فخضعوا لعملية جراحية معينة يختم فيها على قلوبهم بأجهزة وأقفال دقيقة الصغر، فلا يصل بسبب ذلك صوت الحق والندم إلى الأبد إلى قلوبهم، ختم الله على قلوبهم فهم لا يرجعون إلى الحق، ميؤوس من إيمانهم، سواء دعوتهم أم لم تدعوهم لا يؤمنون. قالوا قلوبنا غلف، وفي مكان آخر قال الله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وعلى أبصارهم غشاوة، توضع يقال للرؤية الليلية لكنها كذلك لتشويه الحقائق، فالواحد منهم لا يرى إلا ما، وعلى أبصارهم غشاوة توضع يقال للرؤية الليلية لكنها كذلك لتشويه الحقائق، فالواحد منهم لا يرى إلا ما يملى عليه من أسياده، فقط كذلك سمعهم توضع عليه الوقر لحجب صوت الحق وذكر الله حتى لا يلج إلى نفوسهم حتى لا يجادلوا أنفسهم فيندمون والله أعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فعل الله تعالى هنا بالختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم إنما هو فعل قدري، فليس الشر إليه سبحانه وتعالى، ومن يقوم بزرع تلك الأجهزة هم شياطين والله أعلم، لكن الله قد قدر قضى هذا القضاء بعد أن يخير المرء من الإنس والجن بين أحد النجدين إما سبيل الخير أو سبيل الشر والله أعلم. انظر قصة هاروت وماروت وتحذيرهما من يريد أن يكفر بتعلم السحر والله أعلم. فصل قوله تعالى وإنهم عن السمع لمعزولون كما قلنا سابقا، أي نحاه عنهم بعد أن كانوا يملكون تلك الحاسة. فصل في القول بأن بعض الرقاة يقولون أن الجن إذا قرأت عليه القرآن احترق، إن القرآن في حد ذاته رحمة لا يحرق، لكن الذي يحرق الجني أو بالأحرى الشياطين الذين اشتروا عرضا من الدنيا بالآخرة هو تلك الأمور التي توضع في آذانهم من وقر وعلى أبصارهم من غشاوة وعلى قلوبهم من أكنة وأقفال، تفرز مادة سمية محرقة تؤذي الشيطان عند حضوره لما فيه ذكر الله تعالى فيخنس قبل أن يحترق من تلك المواد التي تؤذيه حتى لا يغفل عن الخنوس عند سماع ذكر الله تعالى، حتى لا تراوده نفسه ويندم ويحاول العودة إلى الجادة إلى طريق الجادة وإلى سبيل الحق، فهم بسبب ذلك لا يرجعون إلا من أكره. وهذه التكنولوجيا تستعمل النانو تكنولوجيا، وهي عبارة عن عقول إلكترونية متناهية الصغر مبرمجة على الكفر وعلى حرق الشيطان، وإذا حاول الإنصات إلى صوت الحق وذكر الله تعالى فتسبب له الهروب والخنوس، فأجسامهم تعج بالنانيت النانو تكنولوجي والله أعلم، وهذا كله مقابل عرض يصيبونه من الحياة الدنيا وليس لهم في الآخرة من خلاق. ومنه قوله تعالى في سورة الكهف الآية 101 الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. سبحان الله، هناك مشهد لصورة لأحد الرمادين وجد في أحد المزارع في أمريكا وقد اشتعل جسده واحترق بسبب جسيمات صغيرة التي يعج بها من النانيث. وجد كذلك في إحدى الصحاري الأمريكية رمادي قد اشتعل جسده فجأة وتفحم بسبب ملايين من الجزء
الجسيمات التي هي موجودة ومبرمجة على قتله، واشتعل ربما لأنه خالف أوامر أحد أسياده، ومن بين تلك المخالفات ربما الإيمان بالله تعالى والإنابة ومحاولة الإنابة والرجوع إليه. فصل. سورة فصلت، الآية 44. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر يقر وقر يوقر وقرا وقرت آذانهم ثقلت أو ذهب سمعه كله وصمت آذانهم فهي موقرة. هذا وصف دقيق لهذه الهويات التي هي صماء وليس كما يقال تسمع، لكن إعراضها عن الحق يجعلها في خانة الذين لا يسمعون. وهو عليهم عمى، وهو تعود على الشيء الذي يوضع على أعينهم منذ الولادة لبعضهم. وهو عليهم عمى أي يعيقهم على النظر العادي، والله أعلم. أولئك ينادون من مكان بعيد، ينادون من مواضع بعيدة في أعماق الفضاء. فهو حتما والله أعلم ليس من الأرض، أو هو من كواكب كما يشاع عن أن الرماديين يتلقون باستقبال الأفكار في سريرتهم أو أوامر لحكامهم الكبار أو حاكمهم الأكبر. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر يقر وقر يوقر وقرا وقرت آذانهم ثقلت أو ذهب سمعه كله وصمت آذانهم فهي موقرة. هذا وصف دقيق لهذه الهويات التي هي صماء وليس كما يقال تسمع، لكن إعراضها عن الحق يجعلها في خانة الذين لا يسمعون. وهو عليهم عمى، وهو تعود على الشيء الذي يوضع على أعينهم منذ الولادة لبعضهم. وهو عليهم عمى أي يعيقهم على النظر العادي، والله أعلم. أولئك ينادون من مكان بعيد، ينادون من مواضع بعيدة في أعماق الفضاء. فهو حتما والله أعلم ليس من الأرض، أو هو من كواكب كما يشاع عن أن الرماديين يتلقون باستقبال الأفكار في سريرتهم أو أوامر لحكامهم الكبار أو حاكمهم الأكبر، والله أعلم، بسبب يستقبلهم كل ذلك لأن في جسدهم شرائح تستقبل تلك الموجات، كما يقول الذبذبات الفوق صوتية التي تبعث إليهم، والله أعلم. فصل. يقال عن الوعي الزيطة أنهم أفراد يفكرون نفس التفكير، فهم ليسوا هويات متحررة. وهذا الوعي الجمعي يحاول التوسع إلى الهويات الأخرى بما فيها البشر أبناء آدم، والله أعلم. فصل. يقول الزيطيون لزيطاس أن الرماديين في الحقيقة لهم ألوان لا يمكن لعين الإنسان إدراكها، فهي لا تنتمي إلى ألوان الطيف الذي نراه وعينه تراه عين الإنسان، وبالتالي كل ما لا يراه الإنسان من ألوان على حقيقتها تبدو له باللون الرمادي. انتهى كلامهم، والله أعلم. فصل. تقول الزيطة أن كل الإمبراطوريات المعزولة لها سدود أثيرية تحاول إقامتها، وسدود أثيرية لأعدائها تحاول نقبها. هل سد ذو القرنين كان سدا أثيريا مثل هذه السدود هم يحاولون نقبها؟ الله أعلم. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر